مشاهدي متابعي قناة شوف تيفي، اهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. وفي هذا حق الرد يعني كيف ما كتشاهدوا معنا، خرج واحد السيدة كتهم واحد الشاب اللي كتقول انه تعدى لها على الزوج ديالها وعلى راجل بنتها، في حين انه هو اللي تعرض لهذا الاعتداء هذا. الاخ ديالو غادي يوضح كل شيء، غيوضح شنو واقع. هاد السيدة كتقول بان هما بطبيعة الحال هبطوا بجوج بهم بتهمة ديال، حيت القضية مشات على أساس تبادل الضرب والجرح، ولكن هاد السيد كيقول أنا خويا اللي تعرض للاعتداء، أنا خويا اللي تكرفص، وخو لدرجة أنه مضروب من الوريد، يعني محاولة قتل. دابا حاليا بغاو الحق ديالهم أنه يبان، وهاد السيدة كيقول أنها حتى هي بغات تورطو، حتى هو اللي ما كانش حاضر أصلا نهار الواقعة. وكتقول انه كتعرض للتهديد من طرفه. انا غادي نخليكم مع هذا الشاب يحكي لنا شنو واقع لخوه وشنو النداء ديالهم. السلام عليكم اخويا، عاود لنا. السلام عليكم اختي. شنو وقع؟ هو الاول عاد نشوفوا شنو قال. ما وقع والو، هاد الناس، هاد السيد هو ومرته ونسيبهم ضاربين مع خويا. هادشي ودي لينا هادشي، الكاميرات دي لينا هادشي، البوليس دي لينا هادشي. كيما ولا شنو؟ كاينين عاد هما تيبيعوا النفعه مجموعين، هما الاب والام والمراه والولد وخويا تيبيعوا مخدامين الله وعلم اش يديروا، وعندهم عداوات. خويا مضارب مع باهم وصيفطوا بعام ديال الحبس. هما يا بيناتهم مشاكل، بيناتهم مشاكل. نهار الاعتداء شنو طرا؟ شكون اللي تعدى على شكون؟ السيد راجل، هاد السيد هادي اللي تقول تهددني ما لقاتش منين تشدني، قالت لك تهددني. شنو قالت هاد السيد هذا؟ هاد السيده عندها 8 المذكرات ديال البحث، مشيتي باش هي تتعمر 8 المذكرات معمراهم بنفس المسطره. واش هاد الناس واش عندهم الكرون اللي غتعمري عندهم؟ يعني هاد السيده عندها 8 شكايات من نفس النوع. من نفس النوع تتقول سلسله بسطان طاح لي بنادم ضربوني. هاد 8 الناس اللي تهماتهم منهم حتى خويا. غنجبدوا حنا هاد المسطارات هما اللي غنعطيو الرئيس. تقول انا بغيت خبره. ها باغي الخبره، غنجبد المسطارات كاينين من 2019 لدابا. واحد تابعت هاد السيده بنفس السنه. بزاف هي عارفه هادشي، انا غتشوف هاد الفيديو عارفه هادشي، وانا متاكد غتهرب حيت المخزن ما تيقد عليه حتى واحد. راه غيجبد الحق والقانون. ها المخزن كل مره عندك نفس المشكل. هادشي اللي كاين، علاش هي ما قدرتش تعمر في عين الشوق؟ حيت عين الشوق نازيه، عندنا هنا الضباط تيطبقوا قانون، ما قداش عمر هنا. كاين الناس اللي هاد الشيء اللي كاينوا عارفين كل واحد اش يدير. دابا هي عاود لي انا خوك شنو طرا عليه، حيت قلتي لي خويا اللي تعرض للعتقال. خويا راه باقي في باقي في راه الاعتقال، وباقي تيدوز ودك السيد اللي تعدى عليه، وهي اللي ضاربه العنقويه ونسيبه. وفاش لعبت الفيديو راه نسيبه اللي كان تيهضر، عنده 20 مذكره تبعت على الفانيد. غنقول لك اللي كاين، علاش ما بينش وجهه؟ اشكون بين وجهك ونجي وداوه؟ انت منين باغي تشد ومقرين لك تيدور كذا؟ علاش زعما؟ بين وجهك وقول اش كاين. ويجيو البوليس وغيقولوا قدام الصحافه انت اش دير. خويا قلتي لي انك مشيتي على اساس انا هضرتي ديك المره بعدا، هضرتي قلتي انا خويا متعرض للاعتداء وداك الشيء، عاودت خرجت هي فيديو اخر. شنو قالت فيه؟ الفيديو هذا الفيديو اللي قالت، شو قالت فيه؟ بانه كان خوه مبدل هذاك الشيء، مبدل على المسطره اللي قالت. مبدل على داكشي اللي قالت. مبدل على بزاف، مبدل على المسطره اللي قالت. انت وديك المره الاولى ما ذكرتش. ذكرتني دابا انا، ما حيت هاد الناس هادي هي حرفتهم. بلا ما نسمي الاصل. راه بحال هكا تثبت عليها شي حوايج، يعني في الاول ما قالتش ان انت ما كاينش، ما جبداتكش في الفيديو الاول، وعلاش في الفيديو الثاني جبداتك وقالت عليك بانك. خشي بالعربيه هاد الناس راه دين هاد الشيء حرفه. واحد خينا بلا ما نسميه ضربت راسها، ضربت هنا حاجبه، وغنجيبو تموها غنجيب الدوسي ديالو وغندفعو. ضربت راسها وقالت لك دار ليا بسطام ودار ليا السلسله وطاح ليا بنادم. بغينا نعرفو هاد السيده كيفاش؟ واش تحمل 8 المرات في العام باش ديكلاري بنادم ولا كيفاش؟ هادشي اللي تنقول لك كاين وتنتحمل مسؤوليته. دابا انت خويا كتقول انت بحكم انك انتم تقريبا في نفس المنطقه، هادشي اللي كاين، عارف هاد السيده وعارف شنو كدير، وبعد مسؤولين وبعد مسؤولين معمرين اللي عارفين اللي تنهضر في الحق. واش هي نفس المسطره تعاود تعمرها؟ يعني باش تكالي على راجلها؟ هاد السيده عندها هادشي اللي كاين. وحاليا على الاخ ديالك حنا غنهضروا دابا. بحكم انا قلت لي انا خويا مشى مظلوم. انا خويا مظلوم وباقي تنقول مظلوم. هادشي اللي كاين. يعني خوك قلتي انا هو صاحب حق
ومشى على اساس انه تا هو ودابا كون كانت انا كون خليتيني غنسمع العباد الله الاوديوات غيسمعوا هاد السيد اش يقول ممنوع يدوزوا الاوديو هادشي اللي كاين حنا قدمناهم الرئيس الرئيس غياخذ بحقه يا شيبا خويا هاد السيده بغات تورطك انت علاش بغات تورطك بغات تورطني حيت هاد الناس يقولوا واقيلا هاد السيد راه عنده طوموبيل انا ركب على طوموبيل 2018 ماشي يلاه ركبش عليها ما غركبش عليها من شي حاجه هما تيديروها حيت كانت عندي انا طوموبيل راكب عليها من ديك الحاجه اللي هما تيديروها راه الله اعلم هما عارفين اش يديروا انا راه موضي انا شنبيانش الصنادق تنفيق مع 8 الصباح 6 العشيه تنصور 20000 اف ديسير كلشي ولا تيعرفني باركة انا توضيت دار 18 عام ديال الحبس مع اي مونتيف قبل ما نديرو عارف فين غيديني بلا ما يتبقى هي داوية بزاف. انسان عفى الله عما سالك. الله تيعفو الله. دابا انت يا خويا جبتي شي طريقه الله دابا حاليا بقى فيك خوك انت. بقى فيا بزاف. بقى فيا بزاف. بقى فيا بزاف وعصابه اللي جات ضرباتو وهي اللي جايباها عصابه من المدينه. كم واحد ضرب خوك؟ قالوا لي الناس ربعه. كان هو بوحده. كان بوحده. وكان راجلها وراجل بنتها. كان راجلها. وراجل بنتها. اه وتنطالب بحاجه واحده تنطالب بالخبره. وتنطالب بهذوك 8 دواسه ديال دوك الناس ولاش قالبه سميتها؟ تي سميتك فلانه وقالبه سميتك فلانه. فين قالبه سميتها؟ قالبه سميتها عندنا في سيدي معروف واش دايره شي مونتيف قديم؟ ياكما ود مونتيف راجلها حيت هما تكاتبوا في الحبس. ياكما ود مونتيفو حيت هو ود نهار ضاربو هو وصاحبو اللي عطاهم ربع سنين ربع سنين كانت معاهم بنت المونتيف اللي تجيب لهم الدراري. شكون هي ومعرفين عليها في الولايه خاصهم يتعرفوا على هاد السيده. هاد السيدة أنا غنعطيك أنا غنعطيك باريزون غنقول لك هي سميتها أمينة وتيقولوا لها مريم علاش؟ حنا بغينا نوصلوا للسبب وأنت منين حافظة المسطرات إلا أنت ضاربة الحبس دابا أنت خويا كطالب الحمد لله حنا تنطالب تنطالب بغيتوا الحق ديالكم وديال ولادكم تنطالب بالناس المسؤولين يخرجوا شي بريكاد لهاد السيدة دايرة شي حاجة منين تدير هاد الفعايل وكالت بهم الخبز كاينين نتوما فين كتواجدوا المنطقه؟ حنا في سيدي معروف ولاد حدو هي فين ساكنه؟ هي ساكنه في المدينه تزوجات بواحد ود نسيم كانوا تيكريسيو بجوج شدو هو عطاو ربع سنين هي بقات هربانه هز عليه القفه تزوجوا في الحبس انت بحكم هادشي كتعرفوا حيت علاش؟ غنقول لك المعلومات اللي عندي علاش بقات هز عليه القفه باش ما يجبدهاش ولكن الا بقاو الضحايا اللي كريساو هما غير تعرفوا عليها هنا تيقولوا لك مريم وانت سميتك حنا قلتها بار اكزومبل اكزومبل هذا صافي هادشي اللي كاين سمعتيني اختي مرحبا حنا بنادم بغى يعفط علينا نعفطوا عليه اللي نعرفوا نقولوا حنا في دولة الحق والقانون اللي نعرفوا نقولوا القضاء ديالنا نزيه وكنتمناو ان شاء الله ان كان الحاجه اللي حيت دابا انت ما كطالبش بشي حاجه شي انا الحاجه اللي ما يعرفهاش المخزن غنوصلها ليه يعني انت كتقول حيت بنادم بغى يظلمني انك انت في المنطقه وانتم عارفين شنو طاري هنا بيناتكم انا في دارنا مرحبا بهم اللي قال لي شي حاجه انا في دارنا تنعس في دارنا تنتغدى في دارنا تنباش في دارنا انا موضي ما ما داير والو وعندي الشود وعندي الكاميرات الرقم ديالك ديال التليفون 06 01 26 53 84 يعني كيف ما كتهضروا معنا مشاهدينا كنتمنوا ان شاء الله القضاء انه يدخل وكنتمنوا ان شاء الله ان الحمد لله القضاء كاين وكاينين الحمد لله ناس مسؤولين نزهاء الا كان بطبيعه الحال خوك صاحب حق راه غادي يخرج وكيف ما كتقول الام ديالو اللي مرضات نفسيا من مور هذا الشيء قالت لك ولدي مذبوح كنتمنوا ان شاء الله ان تاخذوا الحق ديالكم والانسان اللي كيظالم اولا معدي اولا كيدير شي حاجه خارجه على القانون راه خاصو الجزاء ديالو هو العقاب وهذا الشيء راه باين الحمد لله يعني الا كانوا دايرين بجوج بهم راه يهبطوا بجوج بهم ما كان داير حتى شي واحد صافي ولدي مذبوح ما تبكيش امتي ان شاء الله يكون خير ان شاء الله يعني كيف ما كتش يعني كنتمناو ان شاء الله القاوني رجع هي اللي ضاربه وكبتو يعني شوفوا النفسيه ديال هاد الاسره راه كان خدام بخير بنادم تيخلق لك شي يعني واد السيد كتقول حتى هو اتهماتو وكتهمو كتهمو يعني كتقول لك انها كتهددها وكتهمو بزاف الامور دابا حاليا هو النفحه ولدي هازني انت تاكلي الحرام يعني كنتمناو ما بقيتش باغي ناكل الحرام ما ناكلوش الحرام
يعني ما نوكلوا لها بالله ما ناكلوا صالتي حرام عليا وصالتي يعني كنتمنوا ان شاء الله ان يكون الحق يبان الحق ان شاء الله واللي ظالم بطبيعه الحال راه الجزاء ديالو باين واللي مظلوم راه ياخذ الحق ديالو يعني هادشي اللي بغينا حتى حنا في السيطرات وفي ليرجونس يومين يخرجوه يعني كنتمنوا ان شاء الله ان هذا الشاب اللي مشى ضحيه انه ياخذ الحق ديالو وكيف ما كيقولوا الاسره راه القضيه ماشي بالخبره قلتي بغيت خبره الخبره ديال ولدي عشان انا تنعرف مزيان انت بتحلي طالب بالخبره تنطالب بالخبره وجيب ولدي نعس في الانعاش يومين ما مخلينش امي تمشي للمحكمه اخبار ما مخلينش امي تمشي للمحكمه والله ما مخلينا بالله تيديو عصابه تهددني والو من مرة تلقات لي انا درت فيها الشكايه ما نكذبش عقد وكل العام انا وكيت ان شاء الله المهم تاخذوا الحق ديالك انا بغيت حق ولدي انا بنتي بغيت حق ولدي انا بغاو يرجعونا الله ورماه كيقول لك ان القضيه مشات تبادل على اساس تبادل الضرب والجرح وراه ما كاينش تبادل الضرب والجرح كيقولوا ان كاين اعتداء وكيطالبوا بالخبره كنتمنوا ان شاء الله ان الناس المسؤولين يقبلوا هذه الخبره اللي طلبت هذه الاسره هذه وكنتمنوا ان شاء الله اللي عنده شي حق ياخذه الرقم خليناه لكم مشاهدينا وكنتمنوا ان شاء الله انه يكون اللي دايز في قاعه ثلاثه كنطلبوا ان شاء الله شي حل ان شاء الله وعائله باه والجيران الجهود لان الدري عزوني فيه هو حي ان شاء الله كل شيء عزاني صحاب ولدي مات وانا اقسم لك بربي كنتسنى الحكم ديال الله سبحانه ان شاء الله ميمتي يكون خير ان شاء الله ميمتي ان شاء الله وحسبي الله ونعم الوكيل في هاد الناس حسبي الله ونعم الوكيل ان شاء الله ميمتي يكون خير ولدي كيخلجوا ليرجونس باللي يديروا لي الاكسجين وعلى تقليدي كنمشي انا وخوتو في الليل ليرجونس السقاط ودايرين لي الاكسجين وولدها كيتسارى وكيشرب عصير ان شاء الله بيمشي يكون خير وان شاء الله تاخذوا حقكم الحمد لله كنتمنوا منكم مشاهدينا انكم تبارطاجيو هذا اللايف والحمد لله حنا في دوله الحق والله في بلاد الناس انا دا تعرض لاعتداء البال سيبو راجل بنت يعني كنتمنوا ان شاء الله حاجه تشي فيه في بزاف ديال يعني تشي فيه بزاف ديال الاعتداء وفي بزاف ديال المشاكل كنتمنوا ان شاء الله على الاضيوات ممنوعه مهمتي كاتب انا ورايا عصابه ورايا عصابه ان شاء الله يعني راه المشكه تموت على ولدها انا ان شاء الله نعرف الحكم ان شاء الله صافي مهمتي راه ان شاء الله الرساله واضحه وداك الشيء باين انا مني مشى ولدي وما داويتو ما والو ولد حاج ان شاء الله ان شاء الله شكون ما كيجيوني والو داوود خالد واش ولدي مذبوح ومعتقل؟ يعني هما هذوك أسرة الناس كيقولوا لنا كاينة عصابة تما ولدي ولدي مذبوح من عنده بنتي أنا هو شاب آخر تو ولدي كتحرش عليه كتحرش كتحرش ما عرفتش ما فهمتش والو والله ما فهمتش حاجة إن شاء الله كنتمناو النداء الله يدير شي شيء ولدي 90 غمزة مذبوح من هنا من وين؟ عائلته كلها فهمتك أميمتي أنت كتقولي أن ولدي كتقولي أن إن شاء الله أميمتي حنا معكم بطبيعة الحال كقناة إعلامية وكنتمناو إن شاء الله اللي عنده شي حق ياخذه الحمد لله كاين قضاء نزيه كاين ناس مسؤولين نزهاء كتبنوا ان شاء الله اللي عنده شي حق انه ياخذه الله يجازيكم بخير والله يخلي لينا ان شاء الله ما نتمنى ديالنا وكلشي راه ان شاء الله ان شاء الله ما نتمنى وكنتمنوا ان شاء الله نهار الاثنين عندكم جلسه ان شاء الله كنتمنوا ان شاء الله نهار الاثنين يبان لكم الحق وتاخذوا حق ولدكم وحق خوكم ان شاء الله وهنا مشاهدينا ما بقى لي الا نودعكم نتلاقاكم في بث اخر موضوع اخر السلام عليكم